حضور هذا المنصب نائب رئيس النادي الجديد، شو اللي توعده لجماهير الريان؟ شو اللي توقع على المباراة القادمة مع الغرافة؟ طبعا ما في شك بأن مباراة الغرافة مباراة تكون صعبة على الفريقين. فريق الريان قادر إن شاء الله أن يتجاوز هذه المباراة، يعني الاستعداد مثل استعداد أي مباراة، ولكن هناك ترتيب أتصور من المدرب والجهاز الفني وأيضا الجهاز الإداري للفريق في هذه المباراة بالذات، لأنها بتعتبر بالنسبة لنا مباراة مهمة جدا. بالنسبة لي كنائب رئيس، طبعا ما في شك بأن هذا تشريف، يعني مش تكليف بهذا المنصب وليس تشريف، وأتصور وأتمنى أن يكون عند حسن ظن الجميع، وأعد الجميع إن شاء الله بأن نبذل إحنا كمجلس إدارة، رئيس النادي وأعضاء مجلس إدارة وجميع الأخوان، كل ما نستطيع للرقي بنادي الريان وفرقه الرياضية بإذن الله. إن شاء الله. جاتنا عند بعض الإشاعات عن أن في بيكون، عن من بيكون مدير الفريق الجديد، هل عندك أي خلفية؟ في ناس قالوا يوسف دسمار، في ناس قالت أسماء ثانية، ممكن تخبرنا إذا عندك علم في الموضوع؟ يعني طبعا إذا كان هناك أي تغيير راح يكون خلال المرحلة القادمة. ما في شك أن سمعنا بأسماء كثيرة انطرحت، ولكن إن شاء الله من خلال مجلس إدارة راح نناقش هذه المواضيع، لأن لحد الآن مجلس إدارة لم يجتمع بعد تعييني، لكن إن شاء الله كل الأمور راح تناقش خلال مجلس الإدارة بإذن الله. شكرا لك، شكرا. توفيق.